طلعت من كلمات الأستاذ عاصم حينما قال بأن الذين تدخلوا في هذا الموضوع حاولوا توظيف الدين للأغراض السياسية، وإن لم يكن هذا هو الدين نفسه. وهذا الفصل بالنسبة لي من المنطلقات التي أتحدث بها في هذا الموضوع، هو فصل موضوعي وفصل حقيقي، وأؤمن بهذا الأمر وأعتقد بهذا الأمر، لأنني أنا طبعا الموضوع 15 دقيقة قبل 20 دقيقة لا أكتفي بهذا الموضوع، ولكن أحاول أن أضغط المعلومات عندي نظرا لأني اشتغلت كثيرا في هذا الموضوع بسبب هذه القضية التي ذكرناها، وهو أنه دائما حين يتحدث عن حرية المعتقد أو حين تطالب جماعة ما بحرية المعتقد إلا ويكون الموضوع الديني هو العائق الأكبر، وهو الحجة التي يحتج بها من يحاول أن يضع شروطا مقيدة لهذه القضية. لذلك بحثي والطرح الذي أطرحه هو انطلاقا من تخصصي وانطلاقا من بيئتي، يجب أن يكون من نفس الخلفية ومن نفس المرجعية. يعني هل فعلا صحيح أن الدين هو سبب الإشكال في هذه القضية؟ هل فعلا حرية المعتقد هو مبدأ حداثي علماني معارض للدين لا علاقة له بالدين؟ أنا صراحة الذي مما جعلني أبحث في هذا الموضوع هو أنني كنت أجد دوما وأنا مقتنع بعض النظريات الدينية اللي هي الرائجة والتي يرتكز عليها أغلب ما في الفقه الإسلامي والتي تقيد حرية المعتقد بشكل كبير جدا، إن لم نقل أحيانا هي معارضة جدا لحرية المعتقد، كنت أجد نوع من الصراع النفسي والداخلي بين هذه القضية وبين الشعور الداخلي عندي. الإنسان بطبعه يميل إلى الحرية، والإنسان بطبعه يميل إلى أن يكون سيد أفكاره. فلما تجد أن المنظومة الفقهية أو الدينية التي تستغل فيها والتي تتحرك فيها تعارض هذا الأمر وتعارضه بشدة، بل تعتبر الأمر جريمة من الجرائم الكبيرة، هذا الصراع الداخلي ولد في نفسي ضرورة البحث في هذا الموضوع، لأنني رأيت أنه لا يمكن لهذا الدين الذي يرفع شعارات كبيرة جدا، شعارات التحرر وشعارات الحرية، الدين في أصله جاء لإنقاذ الناس من عبادة البشر، يعني جاء من أجل تحرير البشر من الأوهام وتحرير العقول من الخرافات والأباطيل التي كانت مسيطرة عليها قبل مجيئه. كيف لهذا الدين نفسه أن يكره الناس على اعتناق دين معين أو على اعتناق فكر معين؟